وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية، يعني عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والتي تأتي في كافة المجالات، من بينها وإن كان فقط على سبيل المثال المدن الذكية والمونوريل وأيضا محطة بنبان، وهي جميعها أمثلة لمشروعات قومية انفردت بها مصر في عصر الجمهورية الجديدة. كيف ترى هذه المشروعات وقدرتها على تغيير خريطة مصر في الفترة القادمة ورسم جمهورية جديدة؟ بالتأكيد طبعا هو التخطيط المهم منذ اللحظات الأولى لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بعد 30 يونيو، الحقيقة بدأت الخطط في المشروعات القومية، وبالرغم من أن مصر كانت بتواجه تحديات كثيرة، كان الرهان أنها لا تستطيع أن تنجز في الداخل أو في الإقليم أو في أفريقيا، الحقيقة تم العمل في كافة المجالات، وكانت المشروعات القومية يمكن التقرير اللي أنتم عرضتوه ده تقرير في غاية الأهمية، لأنه بيشمل كافة المجالات، سواء مجالات الطاقة، ودي كانت النقطة الرئيسية اللي بتستند إليها الصناعة أو الزراعة أو غيره، مع الطرق، مع القطارات الكهربائية والطاقة النظيفة، مع محطات الكهرباء الضوئية أو الهوائية، في نفس الوقت في الإسكان الاجتماعي والإسكان بأنواعه المختلفة، سواء بدرجات يمكن توفير الإسكان، كمان ما نقدرش ننسى إنهاء العشوائيات ونقل سكانها إلى مناطق حضرية وإنسانية بها كافة الخدمات، ما نقدرش نتجاهل المبادرات الطبية فيما يتعلق بالقضاء على الفيروس كبدي سي، أو المبادرات في 1 مليون صحة وسرطان الثدي، وهي كلها كانت موضوعات مزمنة تبدو صعبة الحل، لكنها بالإرادة نجحت الدولة المصرية في حلها بشكل كبير، مع إصلاح اقتصادي كبير مكن الدولة من مواجهة كورونا، إصلاح اقتصادي مكن الدولة من أنها تستطيع أن تقدم يعني الضمان الاجتماعي، تكافل وكرامة، ثم البدء في المشروع الأكبر وهو حياة كريمة اللي بيمثل نقلة نوعية للريف المصري المنفي على مدى عقود. الحقيقة دي كلها خطوط عريضه لاعمال كثيره تستحق الكثير من المتابعه، لانها بالفعل نجحت في انها تحمي الدوله وان تقود الدوله نحو درجه كبيره من التقدم والالتحاق بالعصر بدرجه كبيره، مع اقتصاد ماشي يستوعب استثمارات في الطرق والطاقه، امنت الصناعه والمناطق الصناعيه المختلفه اللي اصبحت ما تتركزش في القاهره لكن موجوده في المحافظات. نعم. كل دي نقاط مهمه جدا بتمثل علامات مهمه بالجمهوريه الجديده والدوله الجديده اللي بتلتحق بالعصر بدرجه كبيره. نعم، يمكن فعلا كما ذكرت حضرتك ان التنميه والتطوير والمشروعات القوميه استهدفت كافه المجالات، ولعل اهمها المبادرات التي استهدفت المواطنين او اكبر قاعده من المواطنين، ويمكن على راسها مبادره حياه كريمه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ اكرم القصاص، رئيس تحرير جريده اليوم السابع، كنت معنا عبر الهاتف.